احلى حاجه في موضوع الشتاء كمان العدس. النهارده هنعمل شوربه عدس بس يعني بطريقه جديده شويه، هي تكاد تكون الوصفه تركيه، يعني انا مقتبساها من المطبخ التركي بس انا عامله فيها شويه تاتشات. خلاص طيب، اول حاجه عشان العدس هعمل ايه؟ اول حاجه هسلقه. خلاص هوريه لكم بس ايه، ثواني اهو، احط ميه مغليه، هحط عدس منقوع طبعا قبليها بساعة ساعتين، كل ما يتنقع اكتر كل ما يستوي او يتسلق بطريقة سهلة قوي. ومعانا كمان برغل انا نقعاه، هم عايزة اقول لكم البرغل ده عندهم البرغل والقمح، عارفين القمح اللي بنعمل بيه البليلة، بيستخدموه كده زي الرز بالظبط، يعني نفس فكرة الرز، بيعملوا وصفات بيه اكنها رز. طيب هحط بقى كده ايه، يتسلق مش هياخد وقت خالص. وعندنا اهو برغل منقوع، بصوا منقوع ومصفيه خالص من الميه، برضو ده بياخد 5 دقايق بالظبط طالما احنا ناعينه. عندنا صلصه طماطم، عندنا فلفل قرن فلفل احمر حراق، عندنا دقيق، بابريكا، كمون، وكمان نعناع ومكعبات من المرقه، وهعمل لكم شوربه عدس حلوه قوي ان شاء الله. نحط هنا بقى نحط بس معلقه صغننه كده اهو، هشوح فيها ده بس مش كله، يعني ده مثلا كتير. وقلب، وانا بشوقها احط عليه ايه، مكعبات المرقه عشان تاخد ياخد النكهه يشربها. واقلب كده، واحط عليه ايه بقى، فلفل اسود. معانا مريم. طيب هنعمل بقى الدقيق دلوقتي، هنحط كده كفايه، انا بس عايزه ايه، يا دوبك بس يبقى تبقى تقيلة حبة صغننين قوي. هنقلب كده الدقيق في زبدة أو سمنة بلدي، أنا هستخدم صراحة السمنة البلدي النهاردة في الشوربة، هتدينا نكهات للشوربة حلوة قوي، وفي نفس الوقت هتدينا كده نكهة، عارفة نكهات زمان كده بتاعت جدودنا وإحنا بنشرب الشوربة، إحنا هتدينا النكهة دي. خلاص أهو، أحط مية مغلية، عشان بس يستوي كويس قوي 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 اهو، ماشي. وهو بقى بيستوي هحط فص واحد من الثوم واقلب، ممكن احط له ايه، حبه ميه تاني، لان احنا اوريدي حاطين مكعبات المرقه جوه البرغل، فهنحطها هنا هتاخد النكهه على طول. وكده ولا كده هنضربها بالهاند بلندر كله مع بعضه. نحطه كده. الكريب اهو يا مريم، ماشي اعمليه بنفس المقادير دي بالظبط. اه بس ده كريب حادق، معرفش هي كانت حلو، معرفش هي كانت طالباه حادق ولا حلو. لو انت حبيبتي هتعمليه حادق، شيلي بس السكر والفانيلا، وهتحطي ملح وفلفل اسود، وممكن كمان بودره توم لو حابه النكهه دي يعني. خلاص اهو، هحط حبه من دول كده، هحط صلصه، كان في البابريكا كمان، الصلصه اللي هتدي له بقى اللون الاحمر الجميل ده، كمون، بابريكا، ونقلب. وهحط له كده ايه، حبه كريمه، هتدي له برضو طعم ظريف قوي.
خلاص وحبه ميه كده تاني عشان اضمن بس ان الدقيق يستوي كويس قوي. اسيبه بقى يغلي 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 وبعدين اضربه بالهاند بلندر او نحط كل ده في الخلاط.